ليلة ليست كباقي الليالي، تحول فيها الحر إلى أسير، والطفل في كومة الظلام يقبع خائفاً أو ميتاً. في ليلة باتت فيها الأم ثكلى، ورب البيت ربما طار عقله بعدما عاد بقوت يوم عائلته ليجدهم صرعى. الحمد لله لك الحمد، الحمد لله. أو ربما كانوا في حضنه تحت الركام. جينا لمحلة فينا، جبنا هالعرسان وجينا. مشاهد مؤلمة تعرضت لها دولتان جارتان، سوريا وتركيا، باتت تحت بقايا الزلزال. ما هي إلا ساعات معدودة بعدها تعلن دولة الإمارات عن عملية الفارس الشهم 2، فحلقت طائراتها واحدة تلو الأخرى محملة بالمعدات الطبية وجميع أشكال الإغاثة الإنسانية. دخلت الأجواء وأغاثت الملهوف وأخرجت من كان الركام سجنه وشقاءه، وأعانت بفضل الله قدر ما استطاعت. حققت الإمارات من خلال جسرها الإنساني سبقاً بوصول 3 طائرات إغاثية إلى تركيا تقل فرق بحث وإنقاذ ومواد طبية. كانت موجودة منذ المرحلة الأولى مع فرق البحث الدولية، كما ونفذت 7 رحلات، 2 منها للعاصمة السورية دمشق، وقامت بتشكيل فريق قيادة عمليات في مطار أضنة، فضلاً عن تجهيز مستشفى ميداني مجهز لمثل هذه الأزمات. تلك هي الإمارات، رئيس ذو قلب كبير وشعب مقدام، أثبتوا للعالم أن العطاء والبذل والتضحية لا يقابلها ثمن. باسم الإنسانية ومن أجل الإنسانية.